بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. إذا في هذا الفيديو غادي نحاول نديرو التصحيح ديال 84992، نحدد إحداثيتي التزاوج ذات النقطة بي بحيث يكون ناقص ثلاثة ناقص خمسة ثلاثة زوج إحداثية متجهة أ بي. إذا في هذه الحالة لدينا النقطة أ ذات الإحداثيات 2 ناقص 1، 2 ناقص 1، هي نعلم أن المتجهة أ بي الإحداثيات ديالها هي اكس بي يعني التعبير ناقص اكس ا ثم يجريك بي ناقص يجريك ا، وهذه فهي الاحداثيات ديالها. لدينا ا بي الاحداثيات ديالها هي ناقص 5 3، اذا من هنا وهذه دن ديال لدينا الافصول ديال المتجه بي كيساوي ناقص 5، يعني اكس بي ناقص اكس ا فهو يساوي ناقص 5. و الى خدينا الارتوب ديال المتجه ا بي يجريك بي ناقص إنجليك أ كيساوي 3، وعندنا الإحداثية ديال المتجه أ بي هو 2 1، إذن إكس بي ناقص الأفصول ديال النقطة أ اللي هو ناقص 2، إنجليك بي ناقص الأفصول ديال النقطة أ الأرطب ديال النقطة أ اللي هو ناقص 1، إذن كتساوي ناقص 5، إذن كتساوي 3. كنحسبو إذن هذا نحول الطرف الآخر نغيرو ليه الإشارة، إذن إكس بي تساوي ناقص 5 زائد 2. إكغيك بي تساوي 3، هذا نحولو هنا غيولي عندنا زائد ناقص 1، إذن هذا نحولو هذا غيبقى كما هو نحولو الطرف نغيرو ليه الإشارة، إذن إكس بي ناقص 5 زائد 2، مجموع عددين هما إشارتان متتاليتان، اللي عندو بعد مسافة ولا عدد 5، إشارة ديما ناقص، فرق المسافتين 5 ناقص 2 فهي 3، إكغيك بي تساوي 3 زائد ناقص 1، نفس الشيء مجموع عددين هما إشارتان متتاليتان، اللي عندو بعد مسافة ولا عدد 3، الإشارة ديالو موجبة يعني موجب، 3 ناقص 1 هي 3 ناقص 1 هي 2، إذن إحداثيتي النقطة بي هي إذن إحداثية النقطة بي، إذن بي الإحداثية ديالها الأصول ديالها هو ناقص 3 والرتب ديالها هو 2. ثم السؤال الثاني، حدد زوج إحداثيتي نقطة سي بحيث يكون 2 3 زوج إحداثيتي المتجهة سي أ، زوج إحداثيتي المتجهة سي أ، إذا نفس الشيء كيفما درنا في الأول غادي نديرو في الثاني، إذا نفس الشيء في الحالة، إذا لدينا متجهة سي أ الإحداثية ديالها هو 2 3، وعندنا النقطة أ الإحداثية ديالها هو 2 ناقص 1. عندنا السي أ الإحداثية ديالها بصفة عامة، والأفصول ديال النقطة أ إكس أ ناقص الأفصول ديال النقطة سي، ثم الأرتوب ديال النقطة أ ناقص الأرتوب ديال النقطة سي، ثم إلا خدينا الأفصول ديال النقطة متجهة أ سي فهو كيساوي 2، والأرتوب ديال المتجهة سي كيساوي 3، إذن إكس أ ناقص الأفصول ديال النقطة ناقص النقطة سي فهو كيساوي 2، والأرتوب ديال النقطة أ ناقص الأرتوب ديال النقطة سي فهو كيساوي 3. وعندنا الإحداثية ديال النقطة أ، إذا نعوض نبدأو هنا، إكس أ يعني الأفصول ديال النقطة هو 2 ناقص إكس سي تساوي 2، ثم كيساوي 2 يعني 2 ديال المتجه أ سي، ثم الأفصول ديال النقطة أ هو ناقص الأرتو ديال النقطة أ هو ناقص 1، إذا إكغيك أ تكون ناقص 1 ناقص إكغيك سي تساوي 3، وهذه غتعطينا إذا هذه 2 ناقص إكس سي غنخلوها هنا، إذا غنحولو 2 عندنا 2 ناقص هذه 2 مربوطة على الطرف ناقص 2. هنايا ناقص إكغيك سي تساوي 3، هاد 1 ناقص 1 نحولو للطرف الآخر نغيرو ليه الإشارة ديالها تولي زائد 1، مفهومها؟ إذا غتعطينا هي ناقص إكس سي تساوي 2 ناقص 2 هي 0، ناقص إكغيك سي تساوي 3 زائد 1 هي 4. باش نخلصو من هاد ناقص سي نضربو في ناقص 1، ناقص 1 ضارب ناقص إكس سي تساوي 0 ضارب ناقص 1، ناقص 1 ضارب توا نفس الشي، إكغيك ناقص إكغيك سي تساوي ناقص 4 لا ناقص 1 عفوا ضارب 4. إذا غتصبح عندنا هنا هي ناقص 1 ضارب إكس سي غتعطينا إكس سي تساوي 0 و إكغيك سي تساوي ناقص 4، إذا مفهوم في هاد الحالة ناقص 4. إذا الإحداثيات المتجهة سي، إذا إحداثيتي النقطة سي هي 0 ناقص 4،
ثم عندنا السؤال كذا لنمثل النقاط A و B و C. عندنا A الإحداثية ديالها هو 2 ناقص 1، B حسبنا الإحداثية ديالها لقيناها هي ناقص 3، نعم إذن B ناقص 3 2، وعندنا C الإحداثية ديالها 0 ناقص 4. إذا باش نمثل هذا غادي نحاول نرسمو واحد المعلم متعامد ومنظم. غادي نرسم واحد المعلم هو يكون متعامد ومنظم، ثم غادي نديرو غادي ندرجوه، يعني ندير ما بين تدريجة وتدريجة. واحد يعني عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، نفس الشيء هنا، نفس الشيء غادي ندرجو محور لافاسي ما بين تدريجة وتدريجة 1 سنتيمتر. إذا عندنا الأصل هو صفر، هنا عندنا متجه جي هنا 2، يعني 1 2 3 4 5، هنا المتجه اي 1 2 3 4 5، هنا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4، هنا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5. عندنا الإحداثية ديالها هي 2، فين هي 2؟ هنا عندنا عفوا هنا 2 3 4 5 6، هنا 1، عندنا 2 ناقص 1. إذا غادي نجيبو نرسمو واحد العمود على عمود ديال الأفصول ناقص 2، نمشيو ناقص 1 يعني الأفصول هو 2، هذا الأفصل وهذا الأسطول ناقص 1، ثم نرسم واحد العمود على هنا عندنا النقطة A الإحداثية ديالها هو 2 ناقص 1، عندنا النقطة C من B ناقص 3، يعني إذا عندنا ناقص 3 هي وعندنا 2. إذا غادي نرسمو واحد العمود كيما الأفصول هنا ناقص 3، ثم عندنا الأرتب عفوا ناقص 3 فهو الأفصول، إذا هنا نقول هنا ناقص 3 الأرتب هو 2، إذا غتكون بحال هاك. إذن هنا ناقص 3 هي هذه تاع الأفصول، النقطة الأولى الأفصول الأرتب، ثم عندنا 2. إذا هنا عندنا النقطة ب الإحداثية ديالها ناقص 3 2، ثم عندنا النقطة سي 0 ناقص 4، إذا 0 فهو في محور الأراتب، إذا هو 0 ناقص 4، إذا ناقص 1 ناقص 2، إذا ناقص 4 فهو في محور الأراتب، يعني محور الأراتب ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4. إذا هنا عندنا النقطة سي الإحداثية ديالها 0 ناقص 4، إذا هنا عندنا سي الإحداثية ديالها هو 0 ناقص 4. وبهذا نكون سجلنا التصحيح ديال التمرين 4. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.